هنقدم ازاي الضرائب في حساب جوجل ادسنس بعد التحديثات الاخيره، نموذج المعلومات الضريبيه الخاص بالولايات المتحده ازاي هنقدر ان احنا نقدمه بعد تحديثات جوجل ادسنس الاخيره، وايه التعديلات اللي حصلت على النموذج بتاع الضرائب، وايه اللي ممكن يواجهنا في النموذج بتاع الضرائب. كل ده احنا هنعرفه النهارده مع بعضينا عشان ننهي الجدل في الموضوع ده خالص، وعشان افهمكم الدنيا ماشيه ازاي وايه اللي ممكن يحصل. هل ممكن في الاخر يطلبوا منك اثبات صحه للاسم ان انت تبعت لهم صوره البطاقه؟ هل ممكن في الاخر ان المعلومات تتم موافقه عليها بشكل طبيعي خالص؟ كل ده هنعرفه في الفيديو بتاع النهارده. كل اللي عليك اللي انت تعمله بس هتركز معايا في الفيديو ده جدا عشان تفهم الدنيا فيها ايه وتعرف الموضوع ماشي ازاي. هتدخل على حسابك على ادسنس بشكل طبيعي خالص، هتيجي هنا على الجزء بتاع الدفعات، ومن الدفعات هتيجي هنا كده على معلومات الدفع، بتضغط عليها بالشكل ده كده، هيفتح معاك دلوقتي الصفحه دي او بمعنى اصح الحساب ده اللي احنا انشاناه في الفيديو اللي فات، تمام؟ فلسه ما تربطش بالقناه بتاعه اليوتيوب. طيب هنيجي هنقدم دلوقتي معلومات ضريبية، وحد هيجي هيسأل نفسه هل أقدم المعلومات الضريبية قبل ما القناة تدخل المراجعة، ولا بعد ما القناة تدخل المراجعة، ولا أثناء ما القناة موجودة في المراجعة؟ بناء على التجربة الشخصية بتاعتي في كل الحالات دي ما بتفرقش إطلاقا، أنت كده كده عندك النموذج الضريبي، أنت كده كده لازم إن أنت تقدمه إمتى وإزاي وفين، دي مش مشكلتنا إطلاقا، هو كده كده لازم إن هو هيتقدم. هنعمل إيه دلوقتي؟ هتيجي هنا كده على إدارة الإعدادات، بتضغط عليها بالشكل ده كده، بعد ما بتضغط على إدارة الإعدادات بيفتح معاك الصفحة دي. كل اللي عليك اللي انت هتعمله دلوقتي هتنزل تحت بالشكل ده، هتلاقي هنا كده معلومات الضرائب في الولايات المتحدة، وجنبها كده علامة زي علامة القلم، بتضغط عليها بالشكل ده وبتدخل على إدارة المعلومات الضريبية. بعد ما بتدخل على إدارة المعلومات الضريبية بيفتح معاك الصفحة دي كده بالشكل ده، بتضغط على إضافة المعلومات الضريبية، بعد كده بيفتح معاك الصفحة دي، هتيجي هنا على فتح النموذج. بعد ما بتضغط على فتح النموذج بيفتح معاك الصفحة دي. الصفحة دي بكل بساطة هو بيطلب منك إثبات هوية. إيه إثبات الهوية اللي هو بيطلبه؟ إن أنت تدخل له كلمة المرور أو الباسورد بتاع الحساب بتاع جوجل أدسنس بتاعك. أنا هدخل الباسورد وهرجع لكم مرة تانية. هيفتح معاك دلوقتي الصفحة دي بالشكل ده، بيقول لك ما هو نوع حسابك، بنضغط كده على كلمة فرد، وبعد كده بنضغط على التالي. بعد كده بيدخلك على سؤال تاني، هل انت مواطن او مقيم في الولايات المتحدة؟ تضغط هنا كده على كلمة لا، لان الحساب ده حساب مصري، فانا كده هنضغط على كلمة لا، وبعد كده هنضغط على كلمة التالي. بعد كده بيقول لك اختار نوع النموذج. نوع النموذج بتيجي انت بتختار اول نموذج خالص، بعد كده بتضغط على فتح النموذج. بيدخلنا دلوقتي على الصفحة دي، ولازم بقى ان انت دلوقتي تركز معايا في اللي انت هتعمله عشان تفهم الدنيا ماشية ازاي. هنا بيقول لك اسم المالك المستفيد. طبعا اسم المالك المستفيد ده هو الاسم اللي موجود في حساب جوجل ادسنس، او اسم صاحب حساب جوجل ادسنس. طب انا اجيبه منين يا عم هشام؟ بتيجي هنا كده بتفتح صفحه جديده وبتدخل على جوجل ادسنس بشكل طبيعي خالص، بعد كده بتعمل تسجيل الدخول، وبعد كده بتيجي هنا على الجزء اللي هو بتاع الدفعات، بتضغط عليه بالشكل ده، بعد كده معلومات الدفع، وبعد كده بتيجي هنا لما يفتح معاك الصفحه دي هتضغط هنا كده على اداره الاعدادات. اداره الاعدادات دي هيدخلنا على الصفحه اللي انت هتشوفها دلوقتي، هتنزل تحت بالشكل ده كده، هتلاقي هنا عندك الاسم والعنوان. جميل، الاسم والعنوان دول انت لازم ان انت تاخدهم على ترجمة جوجل، يعني تاخدهم على ترجمة جوجل عشان يقدر ان هو يترجم لك الاسم ده باللغة الانجليزي، ويترجم لك العنوان كامل كمان باللغة الانجليزي، لان في ملف الضرائب ما بيقبلش اللغة غير اللغة الانجليزية فقط لغير. فهنفتح صفحة تانية هنا كده وهندخل على الترجمة بتاعت جوجل بشكل طبيعي خالص، تمام؟ بعد كده كل اللي احنا هنعمله ان احنا هناخد المعلومات دي هننقلها في ترجمة جوجل، تمام؟ بعد كده هنيجي هنا كده على الاسم، هناخد الاسم زي ما هو كده بالشكل ده، وهنرجع على ترجمة جوجل هنا نحطه بيست. طبعا هو هنا احنا دخلنا الاسم باللغة العربي، هو هنا طلعه لنا باللغة الانجليزي. هناخد الاسم زي ما هو ده كده، هناخده كوبي، وهنرجع على الملف بتاع الضرائب، هنحط الاسم هنا كده في المعرف بتاع المستفيد. بعد كده هنيجي هنا على المنطقة او البلد الذي تحمل جنسيته، هنختار طبعا مصر، او انت بتشوف البلد اللي انت عايش فيها اي من كانت ايه هي البلد، انت بتشوف البلد اللي انت عايش فيها وبتختارها. انا بالنسبة لي عشان الحساب حساب مصري، انا هنا هنختار مصر بشكل طبيعي خالص، هنفضل نازلين تحت كده لغايه لما نلاقي مصر، وبعد كده بنضغط عليها بالشكل ده. الخانتين دول انت بتسيبهم فاضيين، مش مطلوب منك ان انت تحط فيهم اي حاجه على الاطلاق، وبتضغط هنا على كلمه التالي. بعد كده بيقول لك عنوان الشارع. عنوان الشارع ده العنوان اللي هو مكتوب في ادسنس. طيب انا لسه ما جبتوش لغايه دلوقتي، انت لو ضغطت هنا كده بالشكل ده هو هيطلع لك العنوان زي ما هو، لكن لو ضغطت عليه بالشكل ده كده هيطلع لك رسائل باللون الاحمر زي ما انت شايف. فاحنا كل اللي علينا اللي احنا هنعمله ان احنا هناخد ده كده كوبي، تمام، وهنمسحه من هنا، وهنرجع على ترجمة جوجل، هنترجمه برضو للغة الانجليزي في ترجمة جوجل، وزي ما هو هيطلعه لنا بالظبط هناخده كده بالانجليزي، هناخده كوبي، وهنرجع على عنوان الشارع بتاخده
بيست بالشكل ده. تمام، بعد كده بتنزل تحت هنا بتاخد برضو الكلام اللي هو مكتوب باللغة العربي، بتاخده كوبي وبترجع على ترجمة جوجل بالشكل ده، بتترجمه للغة الانجليزي، وبعد كده بتاخده بالترجمة بتاعته باللغة الانجليزي كوبي وبترجع هنا بتحطه بيست. بعد كده بتيجي على المدينة، هتشوف انت المدينة بتاعتك في ترجمة جوجل ايه، وبتاخدها برضو باللغة الانجليزي زي ما هي كده، بتاخدها كوبي وبترجع على حساب جوجل ادسنس بتحطها بيست، او بترجع على نموذج الضرائب بتحطها بيست. بعد كده بتضغط هنا كده علامة صحة على العنوان البريدي المطابق لعنوان الإقامة الدائم، بتضغط عليها بالشكل ده، وبعد كده بتضغط على كلمة التالي. بعد كده بيدخلك على المعاهدة الضريبية، يقول لك هل تريد المطالبة بنسبة اقتطاع أقل بموجب معاهدة ضريبية، بنضغط هنا كده على كلمة لأ، وبعد كده بنضغط على كلمة التالي. أنا ماشي معاك الموضوع واحدة واحدة عشان أنت تفهم الدنيا فيها إيه وتبقى عارف الدنيا فيها إيه. بعد كده الأنشطة والخدمات التي تم تنفيذها في الولايات المتحدة الأمريكية، هل أجرى الفرد كذا أي نشاطات أو خدمات لصالح جوجل في الولايات المتحدة، أو هل يتوقع إجراء ذلك في المستقبل، بنضغط هنا كده على كلمة لأ، وهيطلع لنا تحته كده مربع، المربع ده بنعلم عليه علامة صح، وبعد كده بنضغط على التالي. بعد كده بيدخلك على إعداد التقارير الضريبية، هنا بيقول لك هل أنت عايز إن أنت تستلم الضرائب بتاعتك عن طريق الأوراق ولا عن طريق البريد. طب هتفرق إيه يا عم هشام؟ عن طريق الأوراق هيبعتوا لك على البريد التابع لمنطقتك، تمام، إنما لو أنت مش عايز إن أنت تستخدم أوراق هيبعتوا لك عن طريق الجيميل بتاعك أو عن طريق البريد الإلكتروني التابع لحساب جوجل ادسنس. ودي الحاجة اللي انا بفضلها بصراحة، انا بفضل ان انا ما استلمش اي اوراق، وبفضل ان كل الضرائب تيجي لي على الجيميل التابع لحساب جوجل ادسنس. فانت لو عايز تعمل كده هتقول اوافق على اتفاقية ارسال المستندات بدون اوراق، ساعتها هيبعت لك الضرائب بتاعتك على حسابك على جوجل ادسنس، بتضغط عليها بالشكل ده كده وبتضغط على كلمة التالي. بعد كده بتيجي هنا ده النموذج بتاع الضرائب، بتيجي هنا بتحط كده علامة صح، بعد كده بتضغط على كلمة التالي. بعد كده الاقرار والتوقيع، دي بتبقى اخر حاجة خالص، بتيجي هنا كده بتحط علامة صح، وبعد كده بتيجي هنا برضو بتحط علامة صح، وبعد كده بتنزل تحت شوية، ده التوقيع الأخير بتاعك، بيقول لك هنا هل تؤكد أنك المالك المستفيد الورد اسمه فقرة التعريف الضريبي في نموذج الإقرار الضريبي، تقول له هنا كلمة نعم، أو بتضغط هنا كده على كلمة نعم، بعد كده بتضغط على كلمة إرسال. هنشوف دلوقتي هل هيطلب مننا مستند لإثبات صحة الاسم ولا هيتم الموافقة على المعلومات الضريبية بشكل طبيعي. طيب هو هنا دلوقتي كده بالشكل ده هو طلب مننا ارسال مستند لاثبات صحه الاسم. ارسال مستند لاثبات صحه الاسم ده احنا هنعمله ازاي؟ انت بكل بساطه هتصور بطاقتك من الوش وهتصور بطاقتك من الظهر. طيب هنا دلوقتي هو بيقول لك تحميل المستند اللي انت المفروض ان انت تحمله في حاجه شبه كده هو مستند واحد، يعني بمعنى اصح دلوقتي حد هيجي يقول لي ابعت له البطاقه من الوش ولا ابعت له البطاقه من الظهر؟ لا انت هتبعت له الاثنين. طب ازاي يا عم هشام اذا كان هنا الكلام ده لما تيجي تعمله تحميل هو تحميل مستند واحد فقط لغير؟ انت هتعمل البطاقه بتاعتك هتحط الصورتين بصورة واحدة، بمعنى هتحط البطاقة من الوش وهتحط البطاقة من الظهر، هتحطهم تحت بعض، هتقسمهم بقى على برنامج الفوتوشوب، هتقسمهم على برنامج كانفا، هتقسمهم زي ما تقسمهم، المهم ان انت تحط البطاقة من الوش ومن الظهر، ما تحطش الوش بس وتيجي تروح بعته، ممكن ان هو يبعت لك يقول لك تم رفض اقرار الضريبي بتاعك او تم رفض المعلومات الضريبية بتاعتك عشان انت حملت له الوش. لان احنا بكل بساطة احنا في مصر هنا عندنا البطايق بتاعتنا تاريخ انتهاء الصلاحية بتاعتها بيبقى مكتوب على خلف البطاقة، يعني بيبقى مكتوب على ظهر البطاقة مش على وش البطاقة، وهو حاجة من ضمن الحاجات اللي هو لازم اللي هو بيتأكد منها ان تاريخ البطاقة دي تكون سارية، تكون ممتدة لسه المفعول، ما يكونش تاريخ الصلاحية بتاعتها انتهى. عرفتوا ليه انا بقول لكم حملوا البطاقة من الوش ومن الظهر في صورة واحدة؟ عشان الموضوع ده. انا هظبط دلوقتي البطاقة دي هنعملها من الوش وهنعملها من الظهر في صورة واحدة، وبعد كده هنرفعها وهنشوف الدنيا فيها ايه. طيب دلوقتي انا كده جمعت صورة البطاقة زي ما قلت لكم من شوية من الوش ومن الظهر، عملتهم في صورة واحدة، المفروض دلوقتي ان انا هاجي ارفع الملف ده. في حاجه بس حابب ان انا اعرفها لك دلوقتي، بيقول لك تذكر ان انواع الملفات المسموح بها هي البي دي اف والبي ان جي والجي بي اي جي. انت ما ينفعش ان انت تعمل الصور غير بالصيغ دي، تحاولش ان انت تعملهم باي صيغه تانية لان مش هيبقوا مقبولين على الاطلاق. بعد كده هتعمل ايه؟ بيقول لك يجب توفر المستندات المطلوبه. هتعمل ايه؟ هتيجي هنا كده على كلمه تحميل وهتشوف انت حاطط البطاقه بتاعتك فين، سواء بقى على الموبايل او على الكمبيوتر ايا من كان. بعد كده انا هختار هنا صورة البطاقة، هتسيبه لغاية لما يحمل خالص، وبعد كده هتعمل ارسال المستندات. هو خلاص هنا حمل بالشكل ده كده، بنيجي هنا بنعمل ارسال المستندات.
بعد ما بتعمل إرسال المستندات بيقول لك جاري تأكيد الهوية، نشكرك على إرسال معلوماتك، سنراجعها ونتواصل معك عبر البريد الإلكتروني بعد بضعة أيام. إذا تعذر التأكد من صحة معلوماتك عليك إرسالها مجددا ولديك عدد محدود من المحاولات. ملكش أي علاقة بالكلام ده إطلاقا، بتضغط هنا كده على كلمة حسنا. محدش يقلق من موضوع إن أنت ترسل له البطاقة، موضوع إن أنت ترسل له البطاقة ده موضوع طبيعي خالص وزي إجراء روتيني كده بيتعمل. لو جينا بصينا هنا كده على المعلومات الضريبية، لو بصينا على الحالة هنا بيقول لك الحالة قيد المراجعة، وهنا تاريخ انتهاء الصلاحية 31 ديسمبر 2027، احنا لسه في 2024 يعني لسه قدامنا تقريبا بتاع 3 سنين. لو جينا دخلنا كده على الجيميل الخاص بالقناة دي لقينا هنا في ايميل مبعوث دلوقتي. الايميل ده بيقول ايه؟ تغيرت معلوماتك الضريبية في تاريخ 6 اكتوبر 2024، تغيرت معلومات الشخص كذا اللي هو اسم صاحب حساب ادسنس، وتخضع حاليا للمراجعة، ويمكنك الاطلاع على معلوماتك الضريبية او تأكدها في اي وقت. هنقفل دلوقتي مع بعضنا الفيديو لغاية لما يجي لنا الرد ان هي تمت القبول بتاع المعلومات الضريبية، عشان نعرف برضو الوقت اللي هي هتاخده، مدة وقت قد ايه، وهنرجع برضو لحضراتكم تاني وهنشوف الدنيا فيها ايه كده مع بعضنا. فخليكم معايا وهنكمل الفيديو كمان شوية. طيب قدمنا المعلومات الضريبيه في الفيديو اللي فات، وعرفنا ازاي انك بتقدم المعلومات الضريبيه، وعرفتك كمان ازاي بتبعت لهم صوره البطاقه بتاعتك لو في حاله ان هم طلبوا صوره البطاقه. احنا قدمنا المعلومات الضريبيه يوم 6 اكتوبر، المعلومات الضريبيه جالنا الرد عليها بالموافقه امتى؟ جالنا الرد عليها يوم 10 اكتوبر، يعني اخذت وقت 4 ايام. طيب هل الاربع ايام دول قاعده؟ يعني الاربع ايام دول هم عدد الايام اللي بيقبلوا فيها المعلومات الضريبيه؟ خلينا اقول لك هنا بقى ان انت ورزقك. يعني انا اشتغلت على حالة مرة اتقبلت في مدة 30 ساعة، اشتغلت على حالة تانية اتقبلت في 24 ساعة، اشتغلت على الحالة اللي انا شغال معاها دي اشتغلت برضو او اتقبلت بمعنى اصح بعد 4 ايام، في حالات تانية اتقبلت بعد 6 ايام. فهو انت ورزقك، ولكن الحالة اللي معايا اللي انا شغال عليها اللي بشرح لك عليها الفيديو ده اتقبلت في 4 ايام. ولكن برضو خليني اقول لك على حاجة، ان انا في بعض الخطوات اللي انا عملتها عشان تسرع معايا قبول النموذج، او بمعنى اصح تسرع رد جوجل ادسنس لقبول النموذج. تعال بس نقرا الرسالة دي الاول كده. هنا بيقول لك تمت الموافقة على معلوماتك الضريبية اذا لم تتوفر اي اسباب اخرى تؤدي الى تعليق حسابك، واذا كان رصيدك يتجاوز اي حد ادنى لدفع الارباح قد ينطبق، سيتم ارسال الدفعات لك في الوقت المناسب، وسيتم اقتطاع الضرائب الصحيحة ما يصل الى 30% في حالة انطباقها، ويمكن الاطلاع على معلوماتك الضريبية او تأكدها في اي وقت. طيب دلوقتي كده لو جينا دخلنا على جوجل ادسنس بالشكل ده هنلاقي هنا كده ان الحالة مقبول، وهنا طبعا الحالة في الفيديو اللي فات زي ما احنا عارفين الحالة كانت قيد المراجعة. طبعا هنا تاريخ انتهاء الصلاحية 31 ديسمبر 2027، يعني لسه قدام الحساب ده، لسه النموذج بتاع الضرائب هينتهي كمان 3 سنين. طيب ايه بقى عم هشام اللي انت عملته عشان تسرع من قبول النموذج، او بمعنى اصح عشان تخليهم يسرعوا من قبول النموذج؟ وده الفيديو اللي هينزل بعد الفيديو ده مباشرة، يعني الفيديو ده انا هنزله ان شاء الله، وبعد الفيديو ده او اليوم اللي بعديه بمعنى اصح هعرفك ازاي ان انت تخلي جوجل ادسنس يسرع من قبول النموذج. لان زي ما احنا عارفين طبعا جوجل ادسنس عندهم موظفين كتيرة جدا شغالين على الحالات دي، عندهم موظفين حرفيا من كترهم مش عارفين يقعدوا في المكان اللي هم فيه. طبعا يعني ربنا يسامحني على الكذب اللي انا بقوله ده، فانا هقول لك بس على بعض الطرق اللي انت تحاول ان انت تسرع شويه في قبول النموذج. ولكن استنى برضو الفيديو عشان تفهم الدنيا فيها ايه، وتفهم برضو انا عملت ايه. لو عندك دلوقتي اي استفسار او عندك اي سؤال اكتب لي تحت في الكومنتات وهرد عليك. لايك وشير وسبسكرايبك، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.